واحد هاجمها من ورا وضربها على راسها بجسم تقيل، واضح كمان انها قانون. جالي تعيين في مصلحه الطب الشرعي، يعني هتعامل مع امواج. واحنا في انتظار تاخير الطبيب الشرعي. جيمي كمال سليمان. انا زينهم زكريا. نورت المشرحه. عملت ايه مع الجثث يا ولد؟ جثث؟ في جثث بتتحرك؟ هو حضرتك كنت بتكلم حد؟ شايف ان في حد معايا عشان اكلمه؟ ما بتتبلش في بقك فوله. يا دكتور انا جنيه بشتغل مع حضرتك في الصيدليه. اوعى تقول لي طب شرعي. على الاقل انا بقول انا عايزه ايه من القصه دي. وانا مش نايم من امبارح مش شايف قدامي ولسه عندي شغل بكره على جثه متسممه. احنا هنا بنتعامل مع سر مقدس اسمه الموت. اصل في حاجات غريبه بتحصل هنا. حاجات غريبه زي ايه؟ وبالنسبه للجثه اللي اختفت من المشرحه، اقسم بالله احنا بنطالب. هتحاسبي على اوبر بكريدت ولا كاش؟ لا انا هعزمك. هم ماسيين حياتهم كلها في النص وانا بقى ملطوط في النص ده. يعني ايه كورك؟ جثث جننتهم. اما لو كنت دكتور شرعي مثلا. اهلا بيك في العالم بتاعي. عالم سنه. فيو مشاهدة أكثر بحث أقل.